الأحيان ومحاولة الاغتيال في بعض الأحيان الأخرى، ولكن ومع ذلك نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هداني لهذا، وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله كما علمنا القرآن الكريم. وأنا أفرح وأفتخر كثيرا وأحمد الله أن كلما زرت إيران إلا ووجدت هناك من المستبصرين الذين استبصروا ربما إما عن طريق الكتب التي كتبتها، أو استبصروا عن طريق كتب أخرى شيعية، أو عن طريق المنار، أو عن طريق الجمهورية الإسلامية. والمهم أني في هذه الرحلة تقابلت لأول مرة مع الشاب النبيل المستبصر الكريم الأخ عصام، الذي أفتخر به لأنه قدمني البارحة بتقديم كبير لا أستحقه منه. وكذلك تعرفت على الأخ صالح الورداني في هذه الرحلة، وكما تعرفت في إيران على المستبصر أيضا المحامي يعقوب الأردني، وتعرفت أيضا على مروان خليفات الذي من كتبه وركبت السفينة، وإلى غير ذلك. نحن نتمنى إن شاء الله أن يعقد لنا مؤتمرا خاصا بالمستبصرين، ولا بد للجمهورية الإسلامية أو للمراكز الدينية التي تسهر على متابعة المستبصرين أن تفكر في هذا، مؤتمرا مصغرا يجمع المستبصرين من أنحاء العالم، وعددهم الآن قد يزيد عن 100. أنا أذكر فقط المفكرون، أذكر المفكرين الذين كتبوا كتبا وسميت في إيران الظاهرة التيجانية، لأني كنت سباقا لهذا الميدان، وهؤلاء المستبشرون كلهم يمثلون لحمة واحدة، لأننا كلنا ركبنا سفينة النجاة وتمسكنا بحبل الله المتين وبالعروة الوثقى لا انفصام لها. فأنا أتصور بأن هذا المؤتمر إذا اجتمعنا فيه، أولا سيكون مؤتمرا للتعارف، لأن الكثير منا لا يعرف بعضنا بعضا، إنما نسمع عن بعضنا البعض، وبمجرد المعرفة يكون هذا المؤتمر ناجحا. فقط إذا لم يكن فيه مزية إلا تعارف هؤلاء بعضهم ببعض فسيكون له أثر كبير. وأنا أقترح أن يكون هذا المؤتمر عندما ترسل الدعوة إلى أي قطر فيه مستبصر معه مصحوبا اقتراح بكتابة مقالة أو موضوع ما حتى يتلى هنا، ثم تجمع تلك المقالات وتلك الكتابات لتجمع في كتاب واحد قد يفوق 3 أو 4 مجلدات، تكون منارا لغيرنا من الذين يريدون الوصول إلى الحق. فغيرنا كثير ومثلنا كثير، وكما أقول دائما نحن ننظر إلى إخواننا من أهل السنة والجماعة على أنهم إخوة لنا في الدين، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، قبلتنا واحدة، كتابنا واحد، نبينا واحد، صلاتنا واحدة، حجنا واحد. إذن أقول هم فقط ضحايا للتعتيم وللتشويه وللدس الذي وقع من عهد الأمويين الذين دأبوا على سب أمير المؤمنين على المنابر وقتل شيعته الأخيار وتتبعهم تحت كل حجر ومدر. فنشأ من ذلك ضياع في العقيدة وتعتيم على الحقيقة، ونحن ما أحوجنا في هذه الأيام أن يلتئم الجرح ونشد أيدينا على بعضها بعض لنكون يدا واحدة على من عادانا، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى.
أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يهدي كل المسلمين وما ذلك على الله بعزيز. وإن كنت أنا شخصيا أرى ذلك من قبيل المستحيل، أقولها بهذه الصراحة، لأني خلال خبرتي وتجربتي ولأن كل واحد مصر على ما يعتقد، فأقول بأن هذه الوحدة المنشودة والمرجوة سوف لن تتحقق إلا بظهوره عجل الله تعالى فرجه، ظهوره ألها تعود على إمام الزمان وصاحب العصر، إمام الإنس والجان كما وصفه جده رسول الله صلى الله عليه وآله وشريك القرآن. عند ذلك سيعرف المسلمون جميعا بأن أحاديث التي ترويها الشيعة والسنة في هذه الحقائق هي أحاديث صحيحة لا يشك في صحتها ولا يمكن تأويلها، لأن هذا الذي ادخره الله سبحانه وتعالى لإنقاذ أمة الإسلام بعد شتاتها وضياعها وتمزقها هو الإمام الثاني عشر من ذرية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والذي قال فيه كما يروي أهل السنة والجماعة في صحاحهم: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر المهدي من ولدي اسمه كاسمي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. وفي بعض الروايات: من ولد فاطمة.